حصل امبارح ده يعني افضل بدايه، انا بعتبر ان دي افضل بدايه بالنسبه له. بطوله وبطوله كبيره وبطوله من نادي كبير زي نادي الزمالك، بصرف النظر عن اي سلبيات حصلت او اي سلبيات بتحصل، لكن ناديين كبار وبنقول له مرحبا، ودي اول بطوله واول بدايه ليه، وان شاء الله اللي جاي كتير. لا بصراحه موسيماني اثبت بالاداء اللي هو كان عامله امبارح ان هو مدرب بجد عالمي، ويعني هو عارف يتعامل مع الماتش كويس جدا، عارف يديره فنيا كويس جدا. اللعيبه بجد كانوا رجاله بصراحه، اداء ممتاز جدا لموسيماني الصراحه. هو جالك في وقت صعب وكان قد المسؤوليه، وانا فرحان بيه جدا، وكل الجماهير الاهلاويه وفرحانين بيه زي ما فرحنا كده امبارح بالتسعة ان شاء الله. والعشرة بقى العشرة، وبيحضر العشرة اكيد. نشكرك قوي على الفوز بتاع اللي احنا فزناه امبارح ده، والتشكيل اللي احنا كنا نازلين بيه كان تشكيل كويس، وبنهنئ الاهلاويه كلها والجمهور الاهلي كله. طبعا احنا بنشكره جدا على الظروف اللي هو جه فيها، تمام، ويعني كان مكمل مع سان داونز بقاله كتير وكان بيعمل معاهم مشروع طبعا، وفان هو يجي وفي وقت زي ده في وقت قليل ويكسب البطوله صراحه. والله موسيماني عمل معانا مباراه حلوه خالص امبارح، ما كناش متوقعين ان احنا نطلع بالشكل ده، عشان بصراحه ان هو جه بعد فايلر كان طبعا هو الراجل اللي عدلنا المباريات كلها في بدايه البطوله، وجاء في الاخر خالص في الثلاث مباريات في الوداد في المغرب ورايح جاي خدناهم طبعا، وبعد كده لما رجعنا ان شاء الله الحمد لله يعني فوزنا بالبطوله المفضله لينا. بقول له هو عمل شغل جامد قوي، بعدين هو اسعد الناس يعني. تعبت معانا وربنا يبارك فيك، ويعني انا سعيد بالاهلي باخلاقه وادبه، هو ابهرنا بصراحه.